عيال عم والله لو ما الحكومة موجودة ظني بعضهم يقطع بعض من النعمة والبسكة. لا إله. كيف لا يقتل هذا المن يا إخوان؟ لا والله لكثروا في الوطن وأعطوا الوطن حقه والله أنه يستاهل. صحيح. يستاهل. عندك تعليق يا؟ إيه نعم. تفضل. مثل ما تفضلت أنت قدام شيء أنا أذكر زمان في أول الزوبعات اللي حصلت فيه. هذا في أحد جيد وعنده سريرته وطنيته موجودة لكن الناس كذا ينجرفون. قلت أطلبك طلب. قال نعم. قلت قبل تفكر إنك تروح وجهز نفسك وكل شيء بالله يتمرني لك عندي شيك مصدق. قال إيش بتسوي؟ بالله عليك إيش عندك؟ قلت والله عندي يا أخي أشوف الأقرب واحد لك يخليك في وطن تموت شهيد هنا. بالله عليك هل عندك ذرة عقل ولا ذول اللي يروحون بلد الإيمان الحرمين هنا والأمن والأمان أيضا يا الخاسي البعيد كذا تترك أمك تترك زوجتك تترك بناتك تترك عيالك وتقول أنت صاحي. قال أنت من جدة؟ قلت أي والله من جدي. هذا الأمن وهذا الحرمين وهذا القيادة السليمة وهذا. فأنت قلت ثلاثة بيات لأحد الأمرأة لما جيت عندها ما بقى حافظ إلا من هذا. جيت عند أحد الأمرأة الله يطول أعمارها الطاعة وارتبكت شوية وكانت القصيدة قلت ثلاثة بيات كانت 20 بيت وراحت لها ثلاثة يعني يا ميرنا يلي من اسمك يجي الحق. طيب أنت القريب أخلاق والرأس عالي يا ما طيب دمتم على العليا دوما موفق ومن الوطن فرضا على كل حال. يا سلام أنا بدمي فصيلة دائما فرق نحمل الوطن ما دام رأسي إلالي لأن قلت أخر القصيدة. والله إلالي زينك بعدها ضيعت الباقي. إلالي عرضة وزين أخاف أتهور أخاف أتهور. الله يصح لسانك يا أبو علي يبيض وجهك من اسمه والوطن والله يا أخواني يستاهل منا كل شيء. الموضوع اللي يقوله عايض أسلم يقول يوم رحنا في المناصحة يقول لقيت رجال إيه الشيخ عايض شايف نفسه هذا أعطيهم فهيم وعندهم فهيم.